لما تكون في، شوف المرأة بتتعب ازاي، ويعني الصورة اللي هتشوفوها طالبة أثناء المحاضرة، فخدت طفلتها مع الطفل طفلها. بالتأكيد هنا بقى في جانب يعني اجتماعي، هذا الجانب متعلق بأنه يعني المرأة بتشتغل وبتتعب وبتكمل تعليمها. لكن المشهد في الصورة اللي هنشوفها اللي هو الأستاذ الجامعي خد منها الطفل عشان هي تركز في المحاضرة. فهنا تقعد تتأمل في التفسيرات الاجتماعية المختلفة المتعلقة بده. وبعض الناس ممكن يقول لك هي واخدة طفلها ليه معاها؟ هو احنا في حضانة؟ طب لو ظروفها الاجتماعية والمعيشية لا تسعفها عن أي بديل، ما عندهاش بديل إلا كده. فنتأمل في حتى القصة المرأة المصرية اللي هي بتكافح وبتربي وكمان عندها مسؤوليات متعلقة، عايزة تحقق ذاتها وتذهب للجامعة. طيب دكتور فتحي شمس الدين، مدرس إذاعة وتلفزيون بجامعة بنها. يا دكتور فتحي أهلا بيك. مساء الخير يا استاذ وائل، اهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء الخير. الصوره اللي منتشره دي اللي تم تداولها بشكل كبير تعبر ايضا عن جانب انساني واجتماعي يمكن ان يلعبه استاذ الجامعه، ان البعض يعني ممكن يتعامل مع مشاهد من هذا النوع لاي طالبه. هو انت جايبه ابنك معاكي ليه؟ او جايبه طفلك معاكي ليه؟ لكن انت تعاملت بشكل مختلف، لماذا؟ في البداية أستاذ وائل، طبعا أنا بشكر حضرتك يعني على تناول الموضوع اللي انتشر انتشار رهيب في الفترة الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، على الرغم إن هو زي ما سيادتك أشرت هو موقف إنساني في المقام الأول. يعني اسمح لي إن أنا أقول لسيادتك إن في السنوات الأخيرة ابتدت ظاهرة لاحظتها في عدد من الجامعات، إن من الممكن إن الطالبات خاصة في الجامعات الإقليمية تحديدا إن هي تكون بتتزوج وهي أثناء تأديتها للدراسة بتاعتها في كلية الإعلام أو في أقسام الإعلام بشكل عام. فالطالبة دي تحديدا المحاضرة كانت محاضرة أخيرة، كنا طبعا المحاضرات الأخيرة بنركز على الحاجات الجوانب المهمة في المحاضرة وما إلى ذلك، وأنا أعلم الطالبة إن هي عندها بعض الظروف الاجتماعية يعني الخاصة بيها، بعض الظروف الأسرية الخاصة بيها يعني. فلما جت دخلت المحاضرة كان طبعا يعني قلقانة من رد الفعل مني، لأني أنا طبعا مش بتساهل مع الطلبة بصورة كبيرة يعني في حدود ما يمكن أن يتم التعامل بيه. فلقيتها محرجة جدا، الطفل بيعيط منها، مش عارفة تركز إطلاقا. فأنا من جانب إنساني زي ما سيادتك أشرت كان هو ده يعني دافع الأول ليا، فحاولت ان انا اكسر الحاجز او اكسر التوتر اللي كان موجود في المحاضره بسبب الطفل وخدته. والمفارقه اللي حصلت ان انا لما شلت الطفل سكت وتفاعل، يعني قعد يلعب في المايك، قعد يلاغي مع الرغم ان هو يعني طفل 6 أو 7 شهور، واستمرت المحاضره على كده يعني. استمرينا وشرحت لهم الاجزاء المهمه الخاصه بالمنهج وما الى ذلك، وبعد كده فوجئت ان احد الطلاب كان صور الصور ونزلها على شبكات التواصل الاجتماعي وحصل الانتشار الخاص بيه. فيعني اجمالا انا تناولت الموضوع ده زي ما قلت لسيادتك من بعد انساني، لان دكتور الجامعه في الاول وفي الاخر له رساله. احنا تربينا على الجوانب الاخلاقيه ان احنا نهتم بالاخر. اي نعم، كما قال الكثيرون على شبكات التواصل الاجتماعي ليس وظيفة استاذ الجامعة ان هو يكون يشيل الطفل او ما الى ذلك، ولكن هذا موقف عادي يعني. الموقف ده كان حتى من ان انت تتصرف فيه بالتصرف ده، يا اما كان قدامك ان انت تقول للطالبة اطلعي بره، وده كان هي كده هتبقى انت اثرت عليها نفسيا، وده شيء مش مطلوب. فيعني ده القصة باختصار شديد. طبعا وانا الحقيقه ده هدفي من المكالمه مع حضرتك، وهدفي من اثاره هذه القضيه، ان في جوانب انسانيه واجتماعيه لا يجب ان تختفي من حياتنا. كنا لسه منذ قليل بنتكلم عن قنصل مصر في الكويت، يعني اللي وجدت نفسها بسبب مهمها الدبلوماسيه في طفله في حوزتها، الزوجه قتلت زوجها
ويعني لا يوجد أي بديل لهذا الموقف. خدت الطفلة في بيتها، وهنا ده دور إنساني واجتماعي. أيضا أستاذ الجامعة كان يمكن أن يتأفف، وكان يمكن أنه يقول لها لا اطلعي بره ومش هتدخلي المحاضرة لأنك هتؤثري على تركيز الغير يعني، وانت هنا في قاعة محاضرات ولو عندك ظروف اجتماعية ومعيشية أنا ماليش علاقة بيها يعني. لكن هو هنا تفهم الأمر. وكمان بصوا في الجانب الآخر، الست في الغالب مظلومة لما تكون بتجمع بين مهام مختلفة، لما تكون عايزة تحقق ذاتها وتكمل تعليمها وتكون كمان أو بتشتغل يعني، ده ممكن يحصل في شغل يعني. وبالتالي يعني المرأة اللي دايما احنا في خطاب الجماعات المنغلقة بتهين المرأة بشكل كبير، لا شوفوا يعني خدوا القضية من الجانبين، أستاذ جامعي يلعب دورا إنسانيا واجتماعيا، وأيضا طالبة جامعية بالتأكيد دكتورة عندها ظروف معيشية واجتماعية يعني. أنا علمت إن كان عندها حالة وفاة كمان هي اللي دفعتها أمام هذا المأزق، ما عندهاش بديل يعني. بالظبط يا فندم. فهي يعني احنا لما انا مثلا كمدرس جامعه واعرف ان الطالبه لديها ظرف ما، انا دوري ان انا ادعمها على المستوى النفسي، ادعمها على المستوى الاجتماعي، ادعمها على المستوى التعليمي. لان دكتور الجامعه مش مجرد ملقن فقط، بالعكس ده دكتور الجامعه له رساله يجب ان يقوم بيها، يجب ان يكون قدوه للتلاميذ. وبعدين يا استاذ وائل انا عايز اقول لسيادتك على سمي الانسان انسانا لانه يأنس بالناس. لو احنا لم نساعد بعضنا البعض يبقى احنا تركنا ايه لغيرنا؟ احنا نمر بظروف صعبه، بظروف السيء فيها موجوده على الساحه ومنتشر بصوره كبيره. ليه المعاني الانسانيه الجميله اللي ما بيننا اللي بتميزنا نحن البشر ان احنا ما نعممهاش ما بيننا وما بين بعض، سواء كانت العلاقه ما بين دكتور او طالبه او دكتور ودكتور او طالب وطالب، لان في الاول وفي الاخر احنا مجرد بشر. الطالبة دي أو الطالب اللي أنا بدرس له بكرة يتخرج ويشتغل وممكن يبقى دكتور ويبقى زميل دراسة، لكن أسلوب القهر والتعنيف ليس هو الأسلوب السليم في العملية التعليمية. بالعكس، أنت لازم أن أنت تكسب الطالب، لازم أن أنت تحدده في مادتك على أساس أن هو يطلع أفضل ما عنده. لكن لما أنت تعنفه وتطلع يعني أسلوبك تفرض عليه أسلوب القهر والذل، أنت كده أنت خسرته وخسرت عملية تعليمية تقدر ان انت من خلالها ان انت تبني البلد بيها. فانا ارى ان الموقف في المقام الاول كان موقف انساني، تم تسليط الضوء بصوره كبيره في شبكات التواصل الاجتماعي على عكس المتوقع تماما. انا ما كنتش اعرف اطلاقا ان هم بيصوروا او هيعملوا وينزلوا البوست على السوشيال ميديا، لكن انا فخور بالموقف، الموقف طلع بصوره فجائيه. وانا بحييك عليه يا دكتور فتحي، وبتوجه لك بالشكر. شفتوا الجانب الإنساني والاجتماعي اللي يمكن أن تلعبه سفيرة، والجانب الإنساني والاجتماعي اللي يمكن أنه كمان أستاذ جامعي يلعبه. كمان تبص للقضية في جانبها الآخر، المرأة التي لا تجد وسيلة أو بديلا عن أنها تحمل طفلها وتذهب به إلى العمل أو حتى في وسائل المواصلات، وأحيانا حتى البعض فقد النخوة القديمة يعني، يجد سيدة تحمل طفلا وما يسيب لهاش المكان لكي تجلس يعني. وكمان انها اما في العمل اما في الجامعات واستكمال التعليم. فده الحقيقة جانب على المجتمع الا يتخلى عن انسانيته، حتى بعض اللمحات البسيطة ليست بسيطة اهتمنا بيها بحثا عن عودة القالب الإنساني.